اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامج اسرار الحياه. زي ما عودنا حضراتكم كل حلقه بنستضيف ضيف بنتعرف على سر من اسرار مهنته. النهارده معانا استاذه ساره حتاته. ساره حتاته دي صاحبه اكبر بيج على السوشيال ميديا. بنتكلم النهارده عن الشغل الاونلاين في ظل ازمه كورونا. زي ما حضراتكم عارفين ان الشغل الاونلاين عليه تفاعل اكتر تفاعل في الفتره ديت بسبب الفيروس اللي احنا بنواجهه. طبعا هو كان الشغل الاونلاين كان موجود، بس لاحظنا الفتره ديت ان هو اصبح من اهم الاشغال الموجوده على السوشيال ميديا. لان طبعا انا معايا ابني، معايا اخويا، معايا امي، مش هقدر انزل بيها واشتري اي نوع من المنتجات علشان طبعا الفيروس. لكن اصبح الشغل الاونلاين دلوقتي بيجي لحد البيت، وهو طبعا المنتج متعقم تماما، والعميل ايضا لابس الكمامه والجوانتي. كل ده هنعرفه مع الاستاذه ساره حتاته. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه ساره، شرفتيني حبيبتي. شكرا. ممكن اتعرف بحضرتك؟ ساره جلال، بشتغل اونلاين وعندي بيج اسمها ميس ساره. تمام. وليا براند اسمه بيل فيوري. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. استاذه ساره، كنا عايزين نعرف حضرتك انت بدات الشغل الاونلاين امتى، ومين اللي شجعك؟ اكيد في حد شجعك واداك الباور عشان تشتغل الشغل ده. هو انا اشتغلت بالظبط من 5 سنين. طبعا والله بابا وماما اخواتي كل حد، الشغل انا مبسوطه بيه جدا وهم مبسوطين ان انا مبسوطه، والشغل حلو جدا الحمد لله. الحمد لله. بداتي فيه بقالك كام سنه دلوقتي شغاله فيه؟ 5 سنين. بقى 5 سنين. طب طبعا اكيد اول ما بداتي كان بيبقى فيه شويه مشاكل، شويه حاجات وقفت قدام حضرتك، ممكن برضو تعرفينا ايه هي؟ هو طبعا من 5 سنين كان شغل اونلاين غير دلوقتي تماما. اكيد طبعا. بس انا ربنا اكرمني الحمد لله، من اول ما بدات شغلي انا كنت حاطه هدف قدامي ان انا ما اشتغلش في اي منتجات لازم يكون المصدر بتاعها موثوق فيه. تمام. بشوف المنتج قبل ما بعرضه بعناية. لو هو زي الصور والكواليتي بتاعته عاليه وخلاص بشتغل فيه. تمام. فربنا اكرمني الحمد لله من 5 سنين ان انا اشتغلت مع مصانع محترمه، وده يمكن اللي خلاني اكمل لحد دلوقتي الشغل الاونلاين. استفدت من الشغل الاونلاين استاذه ساره؟ طبعا استفدت. شغل يعني عملت منه ريليشن شيب حلوه جدا. حلو. غير كده ان انا مبسوطه جدا ان الحمد لله ان احنا بقينا بنعرض منتجات صناعه مصريه من المصانع بتاعتنا، بتنافس دلوقتي منتجات كتير. الحمد لله. اكتر من المستورد دلوقتي. احيان كتير العملاء بيبقوا قبل اي حاجه تسالني تقول لي المنتج مستورد ولا مصري. لا مصري، بس هيوصل لحضرتك افتحيه وشوفيه وقارني بينه وبين المستورد. يعني لو لقيتي فيه اي اختلاف او اختلاف عن الصور اللي انا بعرضها، حضرتك ممكن ما تقبليش الاوردر وخلاص رجعي. المنتج ساعات بيوصل للمستهلك بيكون مش نفس المصداقيه اللي محطوط عليها اصلا، فبتضطر ان هي تقول لا انا مش عايزاه، وبتحصل مشكله كبيره بسبب الشغل ده. بالظبط. هو ده اللي خلاني ان الحمد لله انا كل المنتجات اللي انا بعرضها على البيج بتاعتي تصويرها لايف. على الطبيعه. بالظبط. احنا بنجيب الموديل بنلبسها الحاجه اللي احنا مصنعينها، بتتصور بيها، ولو العميل طلب ان انا كمان اصور له صور لايف من البيت عندي بصورها له. تمام. غير كده انا بديله طبعا يعني خدمه ما بعد البيع. انا مش مجرد ان انا بعمل لك اوردر ان انت يوصل لك وخلاص كده انا بعت لك مره، لا بالعكس، المندوب بيفضل واقف عند العميل. العميل بيشيك على الحاجه بتاعته، بيشوفها هل هي فعلا زي الصور، نفس الكواليتي اللي هو عايز، يعني هو حابب اصلا يلبسها. والحمد لله انا الحمد لله كل ريفيوهات الصفحه عندي الحمد لله. لا هو صراحه لما انا دخلت على البيج بتاع حضرتك لقيت فيه الحمد لله تفاعل كتير ورسائل شكر، فانا استغربت يعني انا البيج دوت معقوله كل الشكر دوت مش هتيجي مثلا من واحد ولا اتنين؟ لا ده ناس كتيره قوي بتشكر في حاجات حضرتك، وكله بسم الله ما شاء الله على الطبيعه. يعني مش جايبه موديلز وملبساها، لا ده كل الشغل بتاعك على الطبيعه. طيب انا عايز اعرف منك الشغل الاونلاين بقى عليه تفاعل بنسبه قد ايه؟ هو كان كده كده بيبقى فيه تفاعل، بس مش ملاحظه ان الفتره دي بقى عليه تفاعل اكتر؟ طبعا هو فتره ازمه كورونا طبعا الناس بقت بتخاف تنزل المحلات تشتري، في زحمه. زي ما حضرتك قدمتي الكلام ان مش هينفع انا انزل بابني الصغير او انزل مع والدتي. او انا انزل شخصيا ولا قدر الله انا ارجع يبقى حامله المرض او حاجه. فطبعا فهو ده اللي خلى الاونلاين الفتره الاخيره يمكن يبقى عليه تفاعل اكبر بكتير من الفتره من زمان. يعني من زمان، بس انا برضو لاحظت ان الفتره دي زادت جدا. يعني حضرتك دلوقتي على السوشيال ميديا كله بقى اونلاين اونلاين، والناس حبت الفكره ديت، لان احنا لاحظنا ان الشغل الاونلاين دلوقتي بقى سمه العصر. الكل بقى عايز شغل اونلاين، ما بقاش حد دلوقتي بينزل، حتى بقى التعليم بقى كله اونلاين.
يعني كورونا جت صراحه يعني علمتنا درس حلو قوي، ان الواحد يشتغل من اي مكان اونلاين طبيعي مفيش اي حاجه. والله بصي، وانا شايفه ان شغل الاونلاين الحمد لله، انا شايفه ان في بيجز كتير جدا بقى انتشرت وموثوق فيها فعلا يعني. تمام. وانا شايفه برضو ان ده بيرجع ان المصانع اللي هي بقت اصلا بتنتج المنتجات اللي احنا بنعرضها هي مصانع فعلا محترمه جدا ومصريه، وبقت يعني بتقدم برودكت فعلا بينافس المنتجات المستورده بجد فعلا. والخامات جميله جدا يعني، احنا كنا الاول بنيجي على المستورد ونقول لك المستورد ده لك كويس حلو، لا دلوقتي احنا الشغل المصري بقى نضيف جدا. دي حقيقه. وكمان يعني تلاقيه دلوقتي بره، يعني الواحد بيبقى سعيد جدا لما يسمع ان احنا في بلاد بره بنلاقي صنع في مصر. فعلا احنا مصانع بتقدم دلوقتي شغل محترم جدا جدا، وبقى في ناس كتير من العملاء خلاص بقى عندهم ان فكر المصري، زمان تقول لك لا مصري لا مش عايزه، مش حلو، لا لا بالعكس دلوقتي احنا والله بجد احنا بقينا بننافس فعلا المستورد. اكيد. بدليل ان كمان الفتره بتاعت ازمه كورونا دي استاذه ساره، ان في مصانع وفي محلات اتقفلت، بس هم ما قعدوش يعني ما استسلموش للواقع، بل بالعكس اشتغلوا اونلاين. صح. لانه طبعا فكروا قالوا ازاي احنا مثلا نحل المشاكل بتاعتنا، خلاص مش معنى ذلك ان مصنع اتقفل او بوتيك اتقفل، لا احنا نشتغل اونلاين. فعلا بجد الاونلاين حل مشاكل كتيره. دي حقيقه. طيب انا كنت عايزه اعرف من حضرتك ايه نوعيه الشغل اللي حضرتك بتقدميه على السوشيال ميديا؟ انا متخصصه اكتر كاجوال حريمي، بس ده برضو انا بعرض اطفال، بعرض منتجات كتير، بس انا متخصصه اكتر كاجوال حريمي. طب ما جالكيش مره كده مثلا وديتي منتج للمستهلك وكده واتصل بيكي قال لك لا ده المقاس مش مناسب ليا؟ طب انا عايز، كان الموضوع ده بيحصل بسهوله بتحصل. ولا انا بسمع بيحصل مشاكل كتير عشان ترجعي وتبدلي والناس بتبقى خايفه قوي من الموضوع ده؟ هو بصي، هو بيحصل يعني، بس انا يعني انا شايفه ان العميل حقه، طالما اصل احنا دلوقتي برضو احنا في ظل الازمه اللي احنا فيها، العميل فعلا احنا بنقول انه مش قادر ينزل يشتري. تمام. فطبيعي ان انا مش هودي له مقاس غلط وهو هياخد الحاجه وهيسكت، هو لازم من حقه ان هو انت تبدل له، من حقه ان هو يشوف الكواليتي اللي انت مقدمها له. فهي يعني انا شايفه ان ده حق العميل طبعا، فدي مش متسببش اي مشكله، بالعكس يعني انت لو في امكانيه ان اللي بيشتغل اونلاين يودي مقاس او اتنين للعميل وهو يختار منهم، ده افضل بكتير. طيب استاذه ساره معانا تليفون استاذه رانيا، اهلا وسهلا بحضرتك استاذه رانيا. اهلا وسهلا بيكم يا فندم. الصوت مش سامعينه قوي. اهلا وسهلا يا فندم، شرفتينا وشرفتي برنامج اسرار الحياه. الله يخليكي، ميرسي ليكي. معاكي استاذه ساره. ازيك يا ساره، عامله ايه؟ ازيك يا رانيا، اخبارك؟ الحمد لله تمام الحمد لله. انا بتصل علشان اقول ان بصراحه مدام ساره من احسن الصفحات واحسن الناس معامله. اكيد. انا كنت بخاف جدا من شراء الاونلاين. كان الواحد بيسمع احيانا بيحصل ان بتطلب اوردر بيجي لك حاجه مختلفه، بيجي لك مقاس مختلف، ما بيبقاش في مواعيد مظبوطه، الكواليتي مش تمام. المهم ان انا لما اتعاملت مع مدام ساره بصراحه كل الحاجات دي ما قابلتهاش، ما صادفتهاش خالص. المنتج اللي بطلبه بيجيني زي ما انا عايزاه بالظبط، نفس الصوره اللي على الطبيعه ونفس المواصفات. والمندوب بصراحه احد يعني شركات الشحن اللي بتشحن معاها، والمناديب بيستنونا نشوف ونتاكد ان الحاجه تمام مظبوطه، وربنا يبارك لها. تعقيم كامل طبعا، تعقيم كامل اكيد اكيد، والا ما كناش اتعاملنا في ظل الازمه اللي احنا فيها دي. لا 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 طبعا، انا ملاحظه كده والله، يعني بسم الله ما شاء الله على البيج بتاعها، يعني حاجه فوق الممتازه. وحاجات ممكن ما تلاقيهاش في اي بيجات ثانيه، يعني هي بصراحه بتختار الكواليتي الكويسه، الشكل المناسب، الالوان، الخامات، كل حاجه بتبقى كانها هي بتتعامل لنفسها، كانها هي بتشتري الحاجه لنفسها. تسلمي لي يا رانيا، كده بتشتغل فيها. تسلمي لي يا استاذه رانيا، متشكره جدا على المداخله الجميله ديت، نشكرك يا استاذة رانيا. استاذة سارة، عايز اعرف برضو وجهة نظرك في الشغل الاونلاين، هل الفترة اللي جاية ديت هيبقى هو الاساس من وجهة نظرك؟ انا شايفة ان هو هياخد، يعني هو اوريدي دلوقتي بقى رقم واحد دلوقتي. أكيد. في البيع. حتى البراندات الكبيرة دلوقتي زي ما حضرتك قلتي ان هم خلاص بقى عندهم صفحات ليهم خاصة، خلاص بيعوا اونلاين. انا شايفه ان هو ان شاء الله يعني هيبقى له مستقبل كبير. حضرتك كمان اللي ملاحظه ان الشغل الاونلاين بقى وفر حاجات كتيره، وفر ان حضرتك تطلعي وتنزلي كل يوم، وفر ان العماله تبقى موجوده بصفه يوميه، ويوفر لهم كمان الناحيه الماديه، يعني مواصلات، كهرباء، الحاجات دي كلها اتوفرت بنسبه كبيره، اصبح كل ما عليه ان هو يعمل شغله على السوشيال ميديا وخلاص على كده. بالظبط.
صح؟ هي بقى بالنسبه لنا احنا كمان هي وفرت فرص عمل لشباب كتير جدا. اه نتكلم بقى عليها ازاي بقى؟ يعني احنا بنخرج من الجامعات طبعا، هو احنا بنخرج بعدد كبيره جدا، مش كله طبعا بيلاقي فرص شغل كويسه. بالنسبه لاكتر بقى للستات يعني المتجوزين بالذات اللي عندهم ولاد، بيبقى صعب عليهم ان هم ينزلوا يتاخروا مواعيد ولادهم، فشغل الاونلاين مش محتاج اي حاجه غير ان انت قاعده في بيتك بتعملي شغلك كله. اهم حاجه بس يعني اللي حابب فعلا يشتغل اونلاين لازم يبقى عنده مصداقيه، يعني مش مجرد كلام وخلاص. مش لازم انت مش بتعمل اوردر لعميله وبتمشي، فهو انت لازم تعمل اي شغل اللي بتقدمه لازم يكون شغل فعلا محترم زي الصور اللي انت بتعرضها بالظبط. تمام. طبعا حق العميل ان هو يفتح الاوردر بتاعه، حق العميل ان هو يختار المقاس المناسب بالنسبه له. تمام. طيب حضرتك لو مثلا لو جات لك واحده مثلا ست بيت ربت بيت وعايزه تشتغل مع حضرتك، ممكن تقبلي؟ انا بالفعل عندي جروبات جمله وكيل المصانع، وبشتغل جمله عادي وبشتغلها جمله من اول قطعه كمان عادي. يعني عادي الموضوع ده طبعاً. اي حد ممكن يشتغل مع حضرتك الشغل الاونلاين بالظبط من غير اي شهاده ولا اي حاجه؟ لا. طب بيبقى في تدريب ولا اي حاجه؟ هو الموضوع كله انت بتعملي بيج او جروب بتبتدي. يعني انا اول ما بدات ابتديت بصحابي بقرايبي، ابتديت اعمل جروب واتساب وابتديت اعمل جروب فيسبوك، في جروبات كتير جدا منتشره على الفيسبوك تقدري تنشري فيها البرودكت بتاعتك، فبيبتدي يدخل لك عملاء انت تعرفيهم او ما تعرفيهمش. في دلوقتي طبعا الديجيتال ماركتنج، بتقدري تعملي اعلانات مموله بيوصل لناس كتير جدا، بتقدري تارجتي العميل اللي انت فعلا عايزه يوصل البرودكت بتاعتك ليه. طيب حضرتك يعني دلوقتي انا مثلا اشتغلت مع حضرتك دلوقتي تمام كده، طب انا العائد المادي بيوصل لي ازاي؟ او انا يعني اخد العائد من شغلي ازاي؟ او كله اونلاين، حضرتك بتتصرفي ازاي في الموضوع حضرتك ده؟ حضرتك كده بتتكلمي انه يبقى مسوق، انما المسوق هو ما عليه غير ان هو بيعرض بوستات. تمام. بيدي اوردر، مجرد ما الاوردر ده بيوصل للعميل هو بياخد الكوميشن بتاعه. انما طبعا في حاجه تانية، ان احنا بنبقى احنا كتاجر جمله وكيل لمصنع مثلا ايجنت، فبيبقى ورا تحتيه بيشتغل تحتيه موزعين بيبتدوا يعرضوا الشغل اللي احنا بنعرضه، وهم بياخدوا الخصم مننا مثلا. بياخدوا هم اوردراتهم هم بيوصلوها للعميل. يعني احنا النظام بيبقى مريح، ما فيهوش مشاكل ولا اي حاجه. يعني اي انا مثلا عايزه اشتغل اونلاين هكسب وانا قاعده في بيتي بدون اي مشاكل. اهم شيء عشان تكسبي لازم العميل بتاعك يحبك ويثق فيك. المصداقيه اهم حاجه. مش معنى ان انا مش عايزه فلوس وانا عارفه حضرتك من النوعيه ديت، انت من النوعيه ان الشغل يوصل للعميل بدون اي مقابل، بس اهم حاجه يكون الشغل تمام. بالزبط. كويس. بالزبط. طيب المشاهدين دلوقتي يعني كانوا بيسالوا طبعا، لان عملنا لحضرتك البرومو وكده، كانوا بيسالوني ازاي يوصلوا لحضرتك، ازاي يتواصلوا معاك. هو كده كده الرقم الفون بتاع حضرتك موجود دلوقتي على الشاشه. طب يوصلوا للصفحه ازاي؟ الصفحة موجودة على فيسبوك باسم ميس سارة، ورقم التواصل زي ما حضرتك قلتي. تمام. وانا عموما افيلابل تقريبا 12 ساعة، يعني برد على المسجات عادي وبرد على المسجات الصفحة دايما باستمرار، فما فيهاش مشكلة. تمام. ايه اللي حضرتك بقى بتقدميه جديد الايام دي؟ عندك ايه جديد؟ والله هو انا عاملة براند اسمه بيل فيوري. هو واقف جنبي برضو اصحاب مصانع كتير. انا طبعا بشهد لهم بالاحترام، يعني وان هم ما شاء الله مصانعهم حلوه جدا. انا مش بصنع، انا مجرد ان انا بجيب موديل يعجبني هم بيصنعوه لي، ببقى انا واثقه ان اشتغلت مع المصنع وعارفه ان هو مطلع كواليتي عاليه، فهو بيطلع لي الموديل بتاعي بالكواليتي اللي انا عايزاها. فان شاء الله يعني نفسي ابقى الفتره الجايه ان شاء الله بالفيوري ده يسمع، واعمل منتجات كتير خاصه بيا لوحدي. تمام. طب انا دلوقتي عايزه تديني نصيحه، مثلا الشغل اللي جالي سواء من عند ميس ساره او من اي شغل تاني، جالي دلوقتي الشغل لغايه البيت وانا عايزه اخد من حضرتك نصيحه للمستهلك، يعمل ايه علشان يتاكد 100% ان الخامه اللي هي جايه له كويسه؟ هيفتح الاوردر والمندوب واقف ويشيك على حاجته ويقيس مقاسه، ولو الخامه او المقاس مش مظبوطين حقه ان هو يرجع الاوردر. ولو اي حد من اصحاب البيجز او الجروب رفض ده يبقى هو حد مش موثوق فيه. لان احنا زي ما انا قلت لحضرتك، هم الناس دلوقتي علشان ما بيقدروش ينزلوا فهم ابتدوا يتجهوا للاونلاين، فينفعش هم يجونا واحنا نقول لهم لا والله خد حاجتك كده وانا ماليش دعوه. لا طبعا، احنا لازم يبقى في خدمه ما بعد البيع. فيها مشكله طبعا ده حق العميل انه يرجعها، فيها مقاس مش مظبوط حق العميل انه يبدل،
تمام. الخامة مش زي ما هي موصوفة، لا حق العميل انه يرفضها. يعني لو فيها ديفوهات ولا اي حاجة طبعًا. لازم يتكلم ويقول، ما ياخدش الحاجة ويتدبس فيها. لا طبعا. طب في ناس بقى ملاحظة ان هم الشغل لما بيجي لهم بيتصلوا، لا احنا مش عايزينه، لا احنا هو دوت اللي موجود، وبيحصل مشكلة بسبب كده، وكمان بيدفعوا مصاريف الشحن. ده اللي انا بقوله لحضرتك، ان هو يفتح الاوردر بتاعه والمندوب واقف. حضرتك هو بيتفق مع، يعني انا دايما اي حد بيبقى خايف اقول له المندوب جاي لك، افتح الاوردر والمندوب واقف عند حضرتك، شيك على حاجتك براحتك، عجبتك خلاص استلم، ما عجبتكش خلاص رجعها والمندوب واقف. ما تدفعش فلوس طالما هي بيحصل مشاكل، ان انا خلاص انا كنت عميل كويس ومحترم ودفعت فلوس الاوردر، بس في غلط في الاوردر، حقي كعميل برضو ان انا الحاجه دي تبقى تسترجع ويجي لي الحاجه اللي انا طلبتها. تمام. نفترض طبعا زي ما حضرتك قلتي ان في مشاكل كتير بتحصل من الموضوع ده. بتحصل كتير قوي. انا معاكي طبعا، لان انا عارفه المشاكل دي كتير. يعني بسمع عنها. وده مخلي شغل الاونلاين مهزوز شويه. يعني بقى العميل عنده عدم ثقه ان الحاجه اللي جايه لي هي زي اللي انا طلبتها. اه. لا بقول لك افتح الاوردر والمندوب واقف. اللي يرفض ده ما تطلبش منه اوردر. وفي بيجز كتير جدا محترمه وموجوده وموثوق فيها فعلا. ادخل على البيج قبل ما تشتري وشوف الريفيوهات الناس عامله ايه. تمام. واتفق مع صاحب البيج اللي بعت لك الاوردر ان انا هفتح والمندوب واقف. قال لك لا انا اسف، قول له انا كمان اسف مش عايز الاوردر. وبيدفع مصاريف الشحن. لا هو كده مش هيشحن له اوردر اصلا. لا ده بيجي لغايه مثلا لغايه البيت، ومثلا ناخد الحاجه منه وناخدها غصب عننا وندفع كمان مصاريف الشحن. لا طبعا حق العميل ما يعملش كل ده. لا بيحصل كتير. يعني انا لاحظت الموضوع دوت. طب يا استاذ ده ما هو مش نفس المصداقيه. لا حضرتك شوفي هي نفس الشكل. انا مش همي الشكل. انا همي الجوده ذات نفسها. هو ده اللي انا بقوله لحضرتك، ان ما يستلمش من المندوب الا لما يشيك على اوردره ويفتحه ويتاكد. تمام. ان الخامه هو اللي طالبها، يتاكد من المقاس اللي هو طالبه، يتاكد من الكواليتي اللي رايحه له، يتاكد ان هو نفس المنتج اللي معروض الصور بتاعته. طبعا انت حضرتك لا يعلى عليك في الموضوع دوت صراحه. يعني الحمد لله رب العالمين. الحاجه اللي بتيجي من حضرتك للمستهلك بامانه 100%. يعني ما فيهاش اي حاجه خالص. بسم الله ما شاء الله على الجوده والمنتج ذات نفسه. يعني يفرح بجد نقول فعلا ده يعني صناعه بلدنا. اه الحمد لله. الحمد لله. والله انا ببقى سعيده جدا جدا لما يبقى اي حد من العملاء يبعت لي ان هو مبسوط. دي نفسها بتبسطني. يعني بعيد عن اعتبار المكسب للاوردر او اي حاجه. لا والله خالص. هو العميل نفسه سعادته ودعوته ليكي الحلوه هي دي احسن مكسب احنا بنكسبه. اكيد. وحضرتك انت اصلا شغاله على الموضوع دوت، حب العميل لحضرتك ده بالدنيا كلها. الحمد لله. ليكي مندوبين يا ساره في المحافظات؟ لا هي للاسف شركات الشحن بتاعت المحافظات ما بيفتحوش الاوردر، وانا عشان كده برفض ان انا ابعت اوردر المحافظات. يعني انا بيجي لي ناس من المحافظات تقولي انا محتاجه كذا، لا انا ما عنديش شحن محافظات. انا المندوبين اللي شغالين معايا جوه القاهره، محافظه القاهره، الجيزه، اكتوبر، انما محافظات ما عنديش. وشركات الشحن بتاعت المحافظات للاسف بترفض ان احنا نفتح الاوردر. تمام. في مقوله بتقول يا ساره اي شغل ناجح بيبقى قايم على الشخص نفسه. ازاي؟ يعني انت لو مش بتحبي الشغل ده مش هينجح حتى لو انت شغاله فيه. صح. المقوله دي صحيحه؟ اه جدا. طب انت بتحبي بقى الشغل الاونلاين؟ حبيتيه؟ بحب السيلز عموما جدا. ويعني انا خريجه ساينس اصلا. اشتغلت في الاول خالص في السيلز في الادويه. تمام. وبعد شويه انا وانا شغاله في يعني شغلتي دلوقتي الاونلاين، اخدت كورسات واخدت ديجيتال ماركتنج وبحاول اطور من نفسي وبحبه فعلا، بحب الشغل ده. بتحب عشان كده ملاحظه ان حضرتك بتبقي شغاله. يعني زي ما بتقولي كده انت على طول شغاله بسم الله ما شاء الله ال 24 ساعه عايزه تشوفي ايه العميل ده بيقول ايه، والصغيره قبل الكبيره بتدققي فيها، فدوت بيحقق لك نجاح كبير. ان مش مجرد هوايه ولا شغل عشان اكسب مكاسب ماديه وخلاص، لا انت حابه الموضوع دوت. اه الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. آه طيب انت انا عايزاكي تقولي دلوقتي للمشاهدين ايه النصيحه اللي حضرتك نفسك تبقى في الشغل الاونلاين؟ الشغل عايزه الشغل الاونلاين يبقى ايه في المستقبل؟ والله ايه الاقتراحات بتاعتك؟ انا نفسي ان كل المصانع اللي فعلا يعني منتج مصري يبقى، نفسي نفتخر بكلمه صنع في مصر. كل المصانع تهتم فعلا بالجوده، تهتم بالخامه، تهتم بالفينش.
نفسي العميل ما يقولكيش هو ده مستورد ولا مصري، بالعكس هو انا نفسي ان هو لما يسمع كلمه مصري ما فيهاش مشكله، ما يبقاش فيه القلق ده، يعني نفسي ان احنا نفتخر فعلا بصناعه بلدنا. ان شاء الله يا استاذه ساره، شرفتيني حبيبتي ونورتي اسرار الحياه، واتمنى تكون حلقه كويسه للمشاهدين، وان شاء الله تابعونا في حلقات تانية من برنامج اسرار الحياه. مرسي. شكرا استاذه ساره. شكرا.